السلام عليكم خوتي الرجوين خوتي الرجويات ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الا كنتي اول مره كتفرج فيديوهاتي اشترك في القناه متاكد غيعجبكم المحتوى الرجوي وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد باقي سخون في ميكرو. وما تخافش غيوصلك حتى لداركم. ايوا خلي معك لايك الرجوله وكون ديما على القرص. المهم اليوم غيكون فيديو من فقره الشبكه. كيفاش زعما هاد الفقره غتكون بعد كل ماتش ديال الرجاء وسميه علاش؟ تفكرت غير الجمهور كيقول سير الشبكه صافي وسميت الشبكه. هذا مكان الرجاء كتلعب اول ماتش ليها في البطوله بعد توقف. المهم دخلوا للعامر، الرجاء عنده بزاف ديال الغيابات، بانون، مالونغو، نغوما، مكعازي، الدويك، بن حليم، زيد عليهم حتى السلامي بسبب توقف والسفري كيخضع للحجر حيت الوالده ديالو جا هذاك المرض. المهم راكم عارفين البلان كامل. ابو شروان دخل بالتشكيله، زنيتي ديفونس شاكر الورفلي، بوطيب وجبيره، الميليو العرجون زريده والحفيظي، لاطاك متولي رحمي وحداد. الميطه الاولى دازت لها بداو ناعسه ديال بصح. المهم الكزاز ما حسبش بيلانتي تروضي واخا ما رجعش غير يطلع الفار. هاني سير كمل ما فيها والو. اول فرصه الراجا من عند الحفيظي، باص دكي من متولي والحفيظي من سمعها الماها، ولكن حتى اليوسفي كان على القرص. حرام علينا وحلال عليهم، الكزاز رجع الفار على بيلانتي محال تشوفو حتى بميكروسكوب. زريده واخا صراحه خرج اغريسيف ولكن مشى الكره هي الاولى. الكزاز له راي اخر، رجع الفار وحسب بيلانتي، ولكن بلاتي الله يمهل ولا يهمل مصوفاز بيلانتي. واللي كيقول لا راه بيت سير الله يعطيك العذاب. غا قلب على الكره، الكره كتحسب بيت الا فات الخط بالمحيط ديالها كامل. هذا غير توضيح لديك الكساله. الميطه الاولى دازت خايبه، الفرقه كامله ما فاهماش وما كاين استحواذ على الكره وبناء هجمه. الميطة الثانية دازت لعبدة ديال بصح كتر من الاولى، ما فهمتش اللعابة ما مفاهمينش بيناتهم، جاوني مرخيين في الماتش بحال اللاعبين غير على التعادل. كنا كنعرفوا باللي الجمهور عنده دور كبير وهي متفق معاكم، ولكن هادشي مكيعنيش باش يلعبوا بهذا الشكل. المهم الميطة الثانية دازت حامضة وخا كانوا فيها شي فرص بحال راس ديال الرحيمي وجوج محاولات ديال جبيرة، واحدة منهم منو البوطو وزقلها. شغنقول لك راه لا حول ولا بلاقة. تقييم ديال اللعابه، زنيتي موصلو كاع كواري بزاف ولعب مرتاح ماتش كامل. الورفلي والشاكير كانوا واقفين في التيران سيرتو الورفلي. بوطيب ميطا الاولى مزيانه ولكن غبر في ميطا الثانيه ما بانش. جبيره اسوأ تقييم غياخدو جبيره، جبيره مرفوع خارج من الماتش، ما بغاش يحيد داك اللعب ديال الزنقه والتعجان. اما الباسات والسونطراجات ديال الله يحسن العوان، هادشي علاش كنفضل نقع عليه. العرجون اداء لاعب اسابيع، زريده ثاني اخيب لاعب في الماتش ورا جبيره. زريده بدا في الدقائق الاولى مزيان، مي فاش عطاهم بيلانتي هزيتي زريده وحطيتي واحد اخر كان ناقص وبزاف كاع. ابو شروان مزيان فاش خرجو حيت كان غياخد صفره ثانيه ما فيهاش شك. الحفيظي اداء اقل من العادي، ما قدم حتى اضافه من غير ديك التيره ديالو. متولي ما بانش في الماتش كاع، متولي ما كانش ليبر، تيران كامل ديالو كيف ما كيعودنا، هذا الماتش كان واقف. رحيمي اداء مقبول ودار داكشي اللي عليه. احداد كان ناقص، ما حسيتش به كاين في التيران، بالرجوله ما دار والو في هذا الماتش. تقييم الفرقه كامله، اللعابه كانوا ناقصين بزاف، مرخيين بحال اللاعبين غير على التعادل، ما لاعبينش باش يربحوا، كل واحد كيشد كره وكيلعبها كيف ما بغى، ما كاينش انسجام وتفاهم بين اللعابه. الماتش كان ممل بزاف، كاين استحواذ مره ديال الرجاء ولكن اغلبيه استحواذ سلبي، ما كيزيدوش بكره لقدام، ما كاينش بين هجمه منسقه. الغيابات اثروا على الرجاء بزاف وحتى السلامي والسفري كان لهم تاثير. بانت بلاصه الاجانب في التشكيله، مالونغون غومونغا جبيره كان ناقص بزاف، والميليو ما كاينش اللي كيربط ما بين الاتاك والديفونس كيف ما كيدير نغوما. احسن لقطه في الماتش هي ديال الحفيظي، متولي كيسقى الحفيظي بواحد الباس ذكي، الحفيظي من سماها الماها، كانت فرصه زوينه وحتى الحارس كان فايق. احسن لعاب في الماتش بصراحه كانوا اللعابه كامل اليوم ناقصين باستثناء الشاكير الورفلي والرحيمي، كيبان لي مان اوف ذا ماتش هو الورفلي. خلاصة القول، الرجاء كتزاد له نقطة وكتحتل المركز السادس ب 29 نقطة وخمسة الماتشات مأجلين. المهم الماتش الجاي كونتر زمامرة نهار الخميس في دونور، نتمنى يكون خير وإن شاء الله 3 بوان. المهم كنوصلوا للبلاكة، ما تنساش خلي معاك لايك وبارطاجي الفيديو مع شرانك في واتساب فيسبوك فين ما كان. المهم غير بارطاجي بحال هكا غتكون عاونتوني وبزاف. اللي كنتي باقي مشتركتي اش كتسنى صاحبي؟ تضرب الحديد محدو سخون وفرقع ديك البوطون الحمراء واكتيفي الجرس باش يوصلك ديما الجديد باقي سخون في ميكتو وحتى للدار. يلا غير كون على خاطرك، ها هو الانستغرام ديالي زعزعو، وما تنساوش ديما ثلاثة الحوايج، الصالة، الوالدين، الراجا، عمرك تفرط فيهم، وديما كونوا على قرص.